إذا تقول هذه السائلة، هل يجوز للمرأة أن تخرج مع صديقتها أو جارتها في سيارة أجرة للسوق وهي لا تريد أن تشتري شيئا، ولكن لمرافقة جارتها أو صديقتها بدون محرم معهما؟ ركوب جماعة من النساء اثنتين فأكثر مع رجل لا بأس بذلك لعدم الخلوة، لأن الخلوة زالت، ولكن ركوبهن مع سائق الأجرة هذا فيه محذور، لأن يعني سائق الأجرة غير مؤتمن في الغالب، إذا لم يكن سائق الأجرة معروفا بالأمان والدين فلا ينبغي أو لا يجوز للنساء يركبن معه وهن لا يعرفنه، أنه ربما يحصل بذلك فتن عظيمة، فلا بد أن يكون سائق الأجرة محل ثقة محل دين ومعروف بالنزاهة، وإذا ركب معه جماعة من النساء فلا بأس إذا كان هذا بدون سفر. نعم، بارك الله فيكم.